لما هنيجي لفقرة الجريمة هنتكلم كويس قوي عن الحادثة، عن القضاء اللي عمله النهاردة. لكن قبل ما نيجي للجريمة حبينا نبدأ الحلقة بالكلام بتاع الراجل ده. الراجل ده كان أدخن من كده كتير، لكن الشيء الثابت الوحيد في ملامح الراجل ده هي وشه المنور. يعني خس اتبهدل، لكن لازال وشه يعني فيه إضاءة رهيبة جدا، لأنه راجل صادق الحقيقة. ده أحمد عارف اللي النهاردة اتص حكم ظالم جائر رهيب. أحمد ده خد حكم النهاردة رهيب، وده واحد من القضايا، يعني واحد من القضايا بتاعته. لكنه رغم كده باعت رسالة لينا، بعت لنا رسالة يقول لنا في جملة أو في رسالة بليغة جدا، كلام لا فيه مبالغات ولا أفورة ولا مناحة ولا ملطمة، ده كلام فيه أمل. اسمعوا بتركيز شديد قوي نص الرسالة بتاعة أحمد عارف لما سجلناها بالصوت، بيقول إيه في الرسالة؟ أكتب داخل قفص المحاكمة في قضية فض رابع، وذلك قبل دقائق من إسدال الستار وإصدار ما يسمى بالأحكام. فالبراءة والإعدام كلاهما باطل ولا محل لهما عند العقلاء من الإعراب. فالقصة معروفة، بدأت بالخيانة والبطلان في 3 يوليو 2013، حتى وصلنا الآن إلى أقصى درجات الفشل ومراحل الهذيان. ويظل أنصع ما في المشهد المصري هو هذه الدماء، الدماء التي سالت من الآلاف منذ 25 يناير مرورا بميدان رابعة وحتى الآن. وكأن لسان حالها يقول: أتم الثورة لله. إن حياة الأمم وبقاء الشعوب هو المنعة والمقاومة، لا في دفقة واحدة بل بدفقات، ولا في محاولة وحيدة بل سيل من المحاولات. وانظروا معي كيف استشف داهية من دواهي العرب هذا الأمر، وماذا قال عن سر البقاء؟ فقد قال أحد الصحابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. إن مواجهة الظلم ومقاومة الاستبداد جزء أصيل من حركة الحياة، فالله خلق الكون على مبدأ الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فلا يزال الصراع بين الحق والباطل والعدل والظلم ما بقيت السماء والأرض وتعاقب الليل والنهار. وكلما خرجت الزفارات من صدور الفاسدين ترددت الأنفاس بين ضلوع المجاهدين. وأنادي كل مصري حر أبي مهيب الجناح، نداء القريب للبعيد، فأقول: اخلع عنك ثياب المظلوم. فهذه هي البداية، أن تعيش بثوب الغالب للمغلوب، أن تنطلق كصخر جلمود، لا أن تنحني بظهر مجلود، أن تبسط كفك عاليا فالعليا خير من السفلى، أن تسري الروح في الجسد حاملة الفأل الصالح، لا أن تتعزى بعين الفاجر والمستبد والطالح. هذا قليل من كثير، هذا قليل من كثير تجلى بعد 25 يناير. فلماذا نعود إلى الوراء؟ أتم الثورة لله. لا لا، لن أقبل أبدا بولاية ظالم. لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. فندائي أن نستمر، أن نبقى، أن نواصل على ما بدأناه وسرنا فيه، وخضنا من أجله كل هذه المسيرة للوصول إلى حكم رشيد. قال الشافعي: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يسل
لم يطبي. أعلم أن ما قدم من تضحيات هو كثير، وأعلم أن كثيرا ممن فشلوا لم يدركوا كم كان النجاح قريبا منهم عندما استسلموا. أتم الثورة لله، هذه بضع كلمات سطرتها، وعهدي إليكم بأنني من أجل مرضات ربي فلن أهدأ أبدا. وللخائن نهاية سوء، فلله ضر القائل، ومن يتحرش بالردى يقرع الردى زعافا، ومن يستنبت النار يحرق. والسلام. أحمد عارف، الناطق باسم جماعة الإخوان في مصر، المسجون حاليا. الحقيقة رسالة رائعة جدا، وكل نص فيها وكل كلمة فيها موزونة بميزان من الذهب، ما فيهاش مبالغات، ما فيهاش أفورة، ما فيهاش زعيق، ما فيهاش أي حاجة خالص غير منتهى الصدق. أحمد عارف كان متحدث رسمي باسم الإخوان، واتقبض عليه في القضية دي، وتم اعتقاله وخد إعدام النهاردة. ورغم أنه الإعدام يعني الحقيقة حكم جائر جدا، إلا أن الراجل ده قرر ان هو يستمر ويقول لنا اتم الثوره لله على غرار، واتم الحج والعمره لله. لله دي يعني ارجوك لما تقول لواحد يا اخي لله اعمل كذا، معناها انك بتحاول تحركه، بتحاول تاثر فيه. لله بقى اعمل ثوره، اعمل ثوره، قوم.